مرة أخرى. الحقيقة في كل مكان على نقدر نقول في العالم أو على الأرض اللي دايما يقولوا الزبون على حق، إلا في مصر. في مصر دايما حقنا رايح، وخصوصا في موضوع الاستهلاك والمستهلكين. حتى بعد ما عملوا جهاز حماية المستهلك لسه لغاية دلوقتي برضو حقنا رايح. المهم إن الموضوع ده كله المفروض فيه جهتين، أو ممكن نقول ده هو المفروض ثلاث جهات. الدولة لها دور كبير في حماية المستهلك، وأيضا الجمعيات لحماية الجمعيات والمنظمات المجتمع المدنية، وأيضا المواطن نفسه إن هو يطالب بحقه وما يسيبش حقه يروح. ده دورنا إحنا كمان، يعني المفروض الثلاث أدوار دول علشان نقدر ناخد حقنا في البلد دي. نشوف إيه المشاكل وإيه أهم التحديات اللي بتواجهنا في موضوع حماية المستهلك في مصر. لحماية المستهلك العربي بكافة متغيراته الديموغرافية، عقد مؤتمر صحفي تحت شعار تحديات ورؤى مستقبلية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك العمانية. حماية المستهلك بتبتدي خارج دايما خارج الحدود قبل ما تبتدي جوه الحدود. احنا عندنا تجارب جيدة جدا في الوطن العربي وخصوصا في سلطنة عمان، اللي بإذن الله يعني هيبقى فيه مذكرة تفاهم بيننا وبينهم لتبادل، وان احنا نطلع على الخبرات وتبادل المعلومات، وعايزين ان احنا ناكد ان الوطن العربي ممكن ان هو يبقى فيه تحت مظله جامعة الدول العربيه مربع خاص بحمايه المستهلك، وان احنا بنستهدف المواصفه العربيه للمنتجات، لان دي اهم المحاور اللي هي بتحمي المستهلك، ان احنا ان يطرح له المنتج بمواصفه وليس بطريقه عشوائيه. نبتدي النهارده من حمايه المستهلك او المستهلك العربي، اللي بنقول ان هو عادات وتقاليد واحده، بنقول نفس المنتجات بتوجه لي واحده، بنشوف نفس الاعلان المضلل بيوجه لكل الوطن العربي، كل المستهلكين في الوطن العربي. يهدف المؤتمر الى تفعيل دور التشريعات القانونيه والعربيه لحمايه المستهلك من وقوعه فريسه لعمليات الغش التجاري المنتشره بين البلاد العربيه والغربيه بكافه اشكاله. اليوم إن شاء الله سترون دراسات متعمقة ودقيقة جاءت من خبراء ومن علماء ومن جمعيات ومن أجهزة تناشد لإنشاء مركز لرصد السلبيات ووسائل انتشار الغش التجاري. نحن أمام هدف مهم لإنشاء مركز آخر للبيانات والمعلومات وتداولها بين دول الوطن العربي. المجلس الاستشاري الأعلى لجمعيات حماية المستهلك ده بيشتمل على حوالي 48 جمعية، كل الجمعيات بتعمل في مجال حماية المستهلك، موجودة ومنتشرة على جميع المحافظات والمراكز، وإحنا بنهتم الحقيقة يمكن الاهتمام الأكبر بالمواطن البسيط. يأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون ما بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والهيئة العامة لحماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك المصري بهدف تسليط الضوء على جانب مهم من العملية الاقتصادية وهو المستهلك. فالمستهلك في وطننا العربي الكبير بحاجة إلى وقفة حقيقية معه. للمستهلك حقوق على مستوى العالم في السلع والمنتجات التي تقدم له، لذلك يجب أن تكون الخدمة المقدمة له من السلع ذات جودة عالية خاضعة لاستهلاكه.